السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. اليوم غادي نشرح لكم طريقه كتابه الرايتينغ على حساب الايميل. اول معلومه غادي نعطيها لكم هو كاين جوج انواع ديال الايميل. كاينه فورمال ايميل، فورمال ايميل، وكاينه انفورمال ايميل. فالفرق بيناتهم هو ان انفورمال ايميل هذا الايميل كتكون مثلا كتعطيه لصحابك، لعائلتك، لوالديك، المهم شي واحد اللي قريب عليك بزاف. وفورمال ايميل كتصيفطو لشي واحد ما كتعرفوش، يعني يقدر يكون شي مدير في شركه او شي واحد يعني ما كتعرفوش، شي واحد ما المهم ما كتعرفوش وصافي، او شي واحد شي المهم شي مدير او شي رئيس مؤسسه او شنو ما كان. فاول حاجه باش تكتب ايميل باش تبدا به شنو هي؟ غادي تكتب اولا قلنا نبدا الناس اللي كيصحوا امتحان البكالوريا دائما كيديو طريقه ديال التنظيم ديال الورقه ديالك. فمثلا الايميل عن طريقه بدل على الرايتينغ واحد اخرين. مثلا الايميل خصك تكتب ضروري بحال هكذا، خصك تكتب تو بجوج نقط، تكتب الايميل ديال الشخص اللي غادي تصيفط له هذه الرساله هذه. لتحت غادي تكتب فروم، تكتب فروم جوج نقط، وتكتب الايميل ديالك. وثالث حاجه هو السابجكت اللي هو الموضوع، تكتب فيه الموضوع ديال الايميل اللي بغيت تهضر فيه. واحد الحاجه بغيت نقولها لكم بالنسبه لهاد الجوج هادو، من الاحسن ما تكتبوهمش نهار مين، ما تكتبوش الايميل نهار الامتحان، كتبوا عاد تو فروم جوج نقاط باش يعرفوكم انكم فاهمين طريقه كتابه الرايتينغ. حيت ما خصكمش تكتبوا اسم شي واحد او شي حاجه كدل انكم مهم، ما خصكمش تدخلوا الشك في المصحح. ولهذا ما تكتبوش شي حاجه، ديروا تو جوج نقاط وخليها خاويه، فروم جوج نقاط وخليها خاويه. بالنسبه للسبجكت تكتبوا الموضوع اللي عطيكم همايا. بداو دابا في كتابه ديال الايميل. اول حاجه كيكون في الايميل هو الجريتينغ، يعني التحيه. غادي نبداو بلا كان هاد الا كانت هاد الايميل اللي غتكتبو لشخص قريب ليك، فتكتب له بكل بساطه دير الاسم ديال الشخص او دير ماي فريند، يعني عزيزي صديقي مثلا، او لا عزيزتي امي، او المهم بحال هكذا. الا كان فورمال ايميل يعني غتصيفطو شي واحد ما كتعرفوش، او شي واحد او شي مدير كما قلنا مدير شركه او شي حاجه كبيره، غادي تكتب دير سير، هيا سير مكتوبتهاش مزيان سير، او تكتب دير مادام الا كانت بنت او امراه، او لا كانت او لا دير بريزيدنت الا كانت شي رئيس او شي حاجه، او لا ما تعرفوش الجنس ديال الشخص في الموضوع، غتكتب بكل بساطه دير سير، غديرو سلاش مادام. دابا شرحت لكم هاد البارتي الفوقانيه هادي، دابا غادي نشرح لكم طريقه يعني كيفاش ديرو تكتبوا الباقي ديال الايميل. واهم اهم حاجه اللي كاينه في الايميل، اول حاجه غتبداو بها في واحد الفقره صغيره غتكتبوا سبب ارسال الايميل، يعني علاش صيفطتي، علاش باغي، علاش صيفطتي هاد الايميل هذا، ياك. وغتشد باراغراف اخر وغادي تشرح الموضوع، يعني شنو باغي تقول انت في داك الايميل. اخر حاجه غادي تكتبوا هي الكلوزينغ، يعني غتسلموا يعني مع السلامه او هذا. الا كانت الرساله الانفورمال يعني الشخص كتعرفوه او صديقك او امك او شنو ما كان، شي واحد قريب لك بزاف، تقدر تكتب له مثلا تيك كير يعني اعتني بنفسك، او لا ميس يو سو ماتش يعني توحشتك، او لا احبك مثلا. ولا كانت الشخص يعني ما كتعرفوش او شي واحد او شي اداره او بغيت تقدم شي خدمه او شنو ما كان، فتقدر تكتب له مثلا سينسلي يورز، او لا faithfully yours with my best regards. يعني مثلا هذه هي طريقه ديال كتابه الايميل. نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه مزيان، ولا كان عندكم شي شك او لا شي سؤال فمرحبا بكم في التعليقات، وغادي ان شاء الله غادي نجاوب على التعليقات كاملين.